التالي. إنه باد دوغ على بوميرانغ. أربع خطوات لتصبح لوني. أولاً، قم بالدخول بشكل استثنائي. ثانياً، لا تغادر البيت إلا بلباس أنيق. ثالثاً، دعهم يرون حركاتك المدهشة. رابعاً، والأهم من كل ذلك، مهما يحدث أعطهم نهاية لا مثيل لها. وإذا كنت تحتاج لبعض التدريبات، لا تنسى متابعة الحلقات الجديدة من لوني تيونز الجديد من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية على بوميرانغ. والآن إليكم بعض النصائح للنجاة من هجمة دب. اختبت جيداً، هاجم بأي شيء بين يديك، قدم أطعمة لذيذة، اهرب بعيداً كلما استطعت. حلقات جديدة من غريزي والليمينز قريباً على بوميرانغ. هناك شيء كبير يحدث في السباقات المضحكة. الفريق يفتح الأبواب لكل المغامرات الشيقة والجديدة، وينضمون لكل الجولات البطولية. أن يصبحوا أبطالاً هو كل ما يريدونه. الاستحمام قبل السباق، أخذ الحظ من الموزة، كلب سريع، وقارب من المأكولات البحرية. ترقبوا كل سباقاتكم المفضلة في الحلقات الجديدة من السباقات المضحكة من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية على بوميرانغ. جيري وتوم، توم وجيري، اللعبة التي لا تنتهي بين القط والفار أصبحت أكثر جنوناً. لذلك أكنتم من فريق توم أو فريق جيري؟ المطاردة ليست كغيرها من المطاردات. كونوا على الموعد مع الحلقات الجديدة من توم وجيري قريباً على بوميرانغ. انضموا للمرح مع عائلة الهابو. حلقات جديدة من عائلة الهابو قريباً على بوميرانغ. التالي باد دوغ على بوميرانغ.